يشرفني التواجد معكم اليوم في هذا الملتقى الاستثنائي ومع نخبة من أصحاب الرأي والاختصاص في مجال الإعلام، ويشرفني أيضا التواجد في جامعة الجزيرة، هذه الجامعة اللي أنا عضو مجلس الأمناء فيها وأتشرف بذلك. موضوعنا طبعا نحن في ثاني يوم، موضوعنا عن الإعلام والإرهاب. هذا الموضوع اللي منغص حياتنا ومدخلنا في دوامة لا يعلمها إلا الله. الإرهاب آفة هذا العصر والعصور القادمة إذا لم نتحرك بشكل جاد وحقيقي لبتر هذه الظاهرة. الكل يعاني من هذه الآفة، سواء عرب أو غير عرب، مسلمين أو غير مسلمين. طبعا معي نخبة من أصحاب الرأي والاختصاص في هذا المجال، ونبدأ بأول المتحدثين، الدكتور خالد الخاجة مدير جامعة عجمان السابق، وسيتكلم عن وسائل الإعلام وظاهرة الإرهاب بمقاربات عامة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر جامعة الجزيرة وإدارتها والمقيمين على الإعداد لهذا المؤتمر، وأخص الشكر الدكتور عطاء حسن الدكتور أحمد طبعا رئيس الجامعة فهو أكيد الشكر له، والدكتور عطاء لأن وجه لي الدعوة للمشاركة فأشكره على هذه الدعوة، والتي سأشارك فيها بورقة حول الإعلام والإرهاب والمقاربات. أولا أبتدي بمفهوم ظاهرة الإرهاب وكيف تم تناول هذه الظاهرة. فمن الناحية القانونية طبعا في كل ناحية تم تناولها حسب تخصص الجهة المعنية في تناولها لهذه الظاهرة. فبالناحية القانونية ركز على الأحكام والإجراءات التي تتبع، الإجراءات القانونية تتبع في ضد ظاهرة الإرهاب. فالقانونيين والمشرعين ركزوا على هذه وينظرون إلى الإرهاب بأن أي عمل يرتكب في ويعتبر جريمة سواء تخص الفرد أو المجتمع أو الدولة يعد عملاً إرهابياً، فتناولوا هذا الموضوع من هذه الناحية القانونية. أما من الناحية الاجتماعية فطبعاً أصحاب الاختصاص من الناحية الاجتماعية فيتناولونها من على تأثير هذه الظاهرة، تأثير الجرائم وتأثير العمليات الإرهابية سواء كانت من الأفراد أو من المنظمات أو من الدول على المجتمع وعلى الأفراد. فهذه الظاهرة يتم تعريفها لديهم بأنها ظاهرة اجتماعية. أما من الناحية الشرعية كما نرى أن جميع الأديان السماوية وغيرها كلها تنبذ الإرهاب. فالإرهاب أنا لا أعتقد ينتمي إلى دين معين ولا إلى وطن معين. وسائل الإعلام التقليدية ومكافحة الإرهاب، طبعا الإعلام يعمل جاهدا على أن يكافح هذا الإرهاب سواء عن طريق الوسائل التقليدية، الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد. نجد هناك صعوبة لأن لا يوجد هناك توافق، نجد أن هناك اختلاف في الدولة الواحدة بين قناة وقناة، فلا بد أن يكون هناك رسالة موحدة في المجتمع الواحد في الدول المتحدة مع بعض على مستوى، سواء كان لو أخذنا بدءا من الدولة الواحدة، لو أخذنا مثلا الإمارات لابد أن تكون القنوات وسائل الإعلام تنقل نفس الرسالة لديها هدف واحد، لا يكون اختلاف، لأن هناك بعض القنوات تتجاهل ما يدور موضوع لمصالح اقتصادية مالية لهذه المؤسسة. يجب أن تكون الوسائل الإعلام موحدة في رسالتها وتتناول الموضوع بشكل رسمي موحد لكي يعرف الشارع بأن هذه رسالة الدولة هو الأمن والحفاظ على هذه الدولة. أيضا يجب أن تكون الرسائل الإعلامية
بدول مجلس التعاون الخليجي موحدة، لا أن تقوم دولة خليجية بنقل الحدث بطريقة مخالفة للدولة الأخرى. وأيضا على مستوى جامعة الدول العربية يجب أن توحد الرسائل الإعلامية في هذه الوسائل. وأيضا ومن الأهم من ذلك كله أن يكون هيئة الأمم المتحدة دور كبير في توحيد الرسائل إذا أرادت وإذا رغبت وإذا كان غايتها إيقاف الإرهاب، لأن لن يستطيع أن يوقف الدعم الإعلامي للإرهاب بشكل قوي ومباشر إلا الدول القوية، وهي هيئة الأمم المتحدة التي ممكن أن تلعب هذا الدور في أن تسيطر على الفضائيات التي سمحت لكثير من القنوات أن تبث الإرهاب والرعب. الإرهاب ومنصات الإرهاب الإعلام ومنصات الإرهاب، انفتاح الفضائيات الإعلامية للإعلام الجديد فتح الباب لكثير من المنظمات الإرهابية وكثير من الدول أن تخترق الدول الثانية وتخترق المجتمعات من خلال هذه الوسائل التي لا قيود لها. بدأت بعض الدول بسن القوانين لإيقاف هذه الوسائل التي تضر بالمجتمع سواء كان داخلياً أو علاقتها مع المجتمع الخارجي، ولكن هذا لم يقوم بالدور الكبير لأن هناك دول أخرى تساهم في هذا الدعم للإرهاب. فما كما ذكرت المنصات الإعلامية أصبحت بوابات للإرهاب، فنجد أن هناك كثير من الذين يقومون بالعمليات الإرهابية بالتفجيرات شباب وليس لديهم تلك العقول التي يفكرون فيها لتجنب هذه العمليات أو لتجنيب أوطانهم من هذه العمليات. يتم الإرهاب أولاً النفسي والعقلي وغزو العقول هذه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وجذب هؤلاء للمشاركة في هذه العمليات الإرهابية. الإعلام الجديد أصبح مفتوحاً على وسائل الإعلام التقليدية، وهذه إشكالية أخرى. نرى أن الإعلام التقليدي أصبح من مصادره الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه آفة كبيرة. كيف أن ينقل فيديو وينقل حدث مستنداً فيه إلى وسيلة تواصل اجتماعي، وهذه الوسائل ليس لها مصداقية، فلا بد أن تكون وسائل الإعلام التقليدية والرسمية للدولة لها مصادرها الموثوق منها، وتكون تنقل بشفافية وبمصداقية. وهنا ستلعب هذه الوسائل دور كبير في حماية أبنائها وحماية الشعب من هذه الغزوات الفكرية والغزوات التي تأتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي معظم ما ينقل من يكون مبتكراً مختلقاً من أجل إقناع الشباب بأن هناك اعتداءات على شخصهم، اعتداءات على دينهم، اعتداءات على عاداتهم وتقاليدهم. الإعلام التقليدي لا بد أن يواجه هذا، أن يبتعد عن النقل ما يقوم به نقل وسائل التواصل الاجتماعي، ولا بد أن يخترق. الآن نحن نقول الإعلام التقليدي طبعا عدد كبير حين لا يشاهد التلفزيون، ولكن بدأت بعض المؤسسات الإعلامية بأن تكون لها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشوف الدكتور حبيبي طالعني وأنا خايف إرهاب في فردي، فبني الحين وأشكركم على حسن الاستماع. تسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم. وهاي الحركات اللي يسوونها يحرك المايك مدير الجلسة عشان يعني الوقت. شكرا دكتور خالد. دكتور خالد طاف بنا طبعا في عوالم هذه الآفة، هذه الظاهرة من كل النواحي، وركز على الجانب التاريخي أيضا وما نعرفه عن الإرهاب تاريخيا، أنه إرهاب سياسي، إرهاب ضد سياسة حكومات، لكن الإرهاب اللي نعيش اليوم هو إرهاب ضد البشرية، ضد الإنسانية. هذه الكارثة اللي احنا نتكلم عنها. وأيضا تناول قضية دور الإعلام سابقا والإعلام الحديث تجاه هذه الآفة. متحدثنا الثاني هو طبعا مش موجود، ما أشوفه لأنه هو صديق، دكتور فهد السليم، ما أدري إن شاء الله خير في الطريق، إن شاء الله يوصل على خير. دكتور أسامة موجود؟ الدكتور أسامة متحدثنا التالي. أستاذ الدكتور أسامة عبد الباري، تفضل أستاذ علم الاجتماع جامعة الشارقة، ويتكلم عن آليات مواجهة الإرهاب من منظور اجتماعي. تفضل دكتور. ما
بسم الله الرحمن الرحيم. خالص الشكر والتقدير لجامعة الجزيرة على تبنيها المحافل العلمية التي تناقش القضايا الخاصة بقضايا الساعة، والتي لا تشغل فقط بال المجتمعات المحلية ولكن على مستوى المجتمع العالمي ككل. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد الكلبري مدير الجامعة والأستاذ الدكتور عطاء عبد الرحيم. كذلك أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور حبيب غلوم على رئاسته للجلسة والسماح لي بمزاملة هذه الكوكبة الرائعة في التخصصات المتباينة التي تعالج هذه القضية. أما عن موضوع المداخلة التي أتناولها بالتحليل الموجز والمبسط، آليات مواجهة الإرهاب من منظور اجتماعي مدخل بنائي وقائي. بطبيعة الحال العالم المعاصر يشهد العديد من التغيرات على كافة المستويات والأصعدة، منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية إلى آخره. كل هذا أفرز إلى إشكاليات عديدة واختلالات قيمية داخل المجتمع، فباتت المجتمعات تعيش ما يطلق عليه الآن في مجال العلوم الاجتماعية مجتمع المخاطرة العالمي الذي صاغه أولريخ بيك، والذي عاني به في البداية معاناة المجتمعات المعاصرة من خطر التلوث والبيئة، ثم امتدت آثاره لتشمل أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. بالرغم من أنه تعقد الكثير من المؤتمرات والمحافل والجهود والدراسات بهدف حل هذه الإشكاليات، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير. لكن هناك شبه اتفاق على أن قضية الإرهاب تمثل الآن حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه أنظار الباحثين والمحللين في كافة التخصصات. ده في سنة 2015، ف 2014 77%، ف 2013 86%. يعني أرقام توضح بشكل كبير أننا نحن الضحايا. على مستوى الإصابات، نسبة الجرحى في 2015 77.5%، في 2014 75.6%، في 2013 82.95%. إذا كان نحن مصدر الإرهاب، وإذا كانت بلداننا هي التي تؤيد الإرهاب، فلماذا كل هؤلاء الضحايا موجودين عندنا؟ ولماذا كل هذه العمليات الإرهابية نحن المستهدفون منها بشكل أساسي؟ إن هذه القضية مرتبطة بأسلوب معالجة الظاهرة وإشكالية تحديد مفهوم الإرهاب في حد ذاته، وهي التي ترتبط بمجموعة من الأسباب الخاصة بالمنطلقات الأيديولوجية للمتخصصين. فكل منا له أفكاره، والمتخصصين للأسف الشديد أفكارهم ليست كلها على وتيرة واحدة. بالإضافة إلى تباين التخصصات وحصرها من منظور جزئي، كل تخصص يدرس موضوع الإرهاب من منطلق أحادي أو من منطلق جزئي، القانونيين لوحدهم، الإعلاميين لوحدهم، علماء الاجتماع لوحدهم. بالإضافة إلى ديناميكية مفهوم الإرهاب نفسه، فكيف يمكن أن أحدد الإرهاب؟ فالإرهاب على سبيل المثال موجود ومعروف بأنه استغلال العنف بشكل أساسي للتعبير عن رسالة محددة، فمقاومة المحتل في بعض الأيديولوجيات والتخصصات ينظر عليها على أنها إرهاب. فضلاً عن الإشكاليات المنهجية الخاصة بلغة الأرقام والإحصائيات، لغة الأرقام والإحصائيات ليست لها دلالة بالغة، فنحن يمكن رصد العمليات والضحايا كما أشرنا، لكن من هم الذين يعتنقون الفكر الإرهابي ويتطلعون لعمل حوادث إرهابية؟ هذه هي مكمن الخطورة. بالإضافة إلى إشكالية التنظير وعدم اللجوء إلى رسم خطط واقعية وإجراءات تنفيذية بشكل رئيسي. إحنا دايما نقول عايزين توعية، عايزين نعمل مؤتمرات، عايزين، لكن ما هي وسائل العمل بالفعل مع الجماعات التي يمكن أن تستهدف كإرهابيين مستقبلين؟ فئة الناشئة، فئة المراهقين، فئة الشباب صغير السن الذين يمكن أن يتم اللعب بعقولهم تحت مسميات متنوعة.
عشان الوقت بس باقي ثلاث دقائق. ثلاث دقائق يلا. إن تحليل ظاهرة الإرهاب ترتبط ما بين فكر وفعل وفرض وحداثة، وقد أشرنا إلى الفكر والفعل والفرض بشكل أساسي، والحداثة أشار إليها أستاذ الدكتور خالد الخاجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إذن ما هو الحل وكيف يمكن أن نقاوم هذه الظاهرة وفق أطر بنائية؟ عندي خمس مؤسسات داخل كل دولة من الدول: أسرة، مؤسسات تعليمية، مؤسسات اجتماعية، وسائل إعلام، مؤسسات دينية. لابد من النزول وعمل البرامج التي ننطلق من خلالها مع كل مؤسسة من المؤسسات. ولنأخذ مثلا وسائل الإعلام، قد يكافح الإرهاب مسلسل واحد من خلال بث فكرة لكثير من الناس، ويمكن في نماذج لهذه المسلسلات تم عملها على مستوى المجتمعات العربية. قد نكافح الإرهاب من خلال أساليب النصح والإرشاد والمبادرات المجتمعية بشكل رئيسي. بالإضافة إلى ذلك، نحن في النهاية نحتاج إلى اعتماد سياسة وقائية بجهود مشتركة أهلية ورسمية، فالدولة لوحدها ما تقدرش تعمل حاجة. لابد من وجود مساندة من المجتمع ككل بكافة أفراده. إذن لابد أن تتبنى الدولة الخطط التي تدفع وتحث على هذه المبادرات الاجتماعية. بحث عوامل وظروف الإرهاب من منطلق الخصوصية المجتمعية، فلا يمكن أن أناقش الإرهاب في الصين أو في الهند كما أناقشه في مجتمعاتنا العربية. الانطلاق من أسلوب التعامل مع المستهدفين كعناصر إرهابية، أي التركيز على فئة الشباب من خلال تمكينهم وإتاحة الفرصة أمامهم، بدلا من اللعب بعقولهم بأنكم تعانون من مشكلات وتعانون من اغتراب إلى آخره. لا، الشباب موجودين وممثلين. بالإضافة إلى الاعتماد على البرامج التطبيقية والانطلاق من فكرة الإسهام المجتمعي ككل. أرجو أن تكون الصورة قد وضحت بشكل أساسي، مع خالص الشكر والتقدير. شكرا لحضرتكم. شكرا أستاذ دكتور أسامة. طبعا دكتور أسامة تحدث عن مستويات هذا أو هذه الظاهرة، وعن الفكر المعتمد السائد في هذا طبعا الفكر المظلم السائد في هذه عند هذه الجماعة، وأيضا تكلم وعرج بنا إلى مفهوم الإسلاموفوبيا، هذه الفوبيا التي زرعها المتخلفون، الله لا يبارك فيهم. متحدثنا التالي يا دكتور عطا، والأستاذ علاء موجود؟ دكتور عزيز الزبور مش موجود؟ أوكي. متحدثنا التالي هو الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد، أستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام وعلوم الاتصال جامعة الجزيرة، ويتكلم عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوسائل الإعلام في تناول قضايا الإرهاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جريا على ما سبق، لابد ان اشكر جامعة الجزيرة على تنظيم هذا الملتقى الحقيقي الهام، وان اشكرها ايضا على تكريمي امس ضمن المكرمين، وان اشكر في الواقع دولة الامارات يعني بشكل عام، لانه هذه هي المرة الثانية خلال عام واحد أن يتم تكريمي في هذه الدولة، فقد سبق قبل شهور لمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية أن كرمني عن بحث محكم بعنوان إنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في مجال السياسة الخارجية، وحصلت على جائزة درة وطن المعروفة، وكان ذلك البحث أيضا يتناول موضوع الإرهاب ودور دولة الإمارات في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وأعتقد أن هذه الندوة أيضا تصب في هذا الاتجاه، فهذه هي قضية
في الواقع هامة للغاية. يعني سأتحدث بشكل عام ثم أمر على بعض الشرائح وكثير من الجوانب قد يكون قد تم تغطيتها يعني خلال الأمس واليوم، ولكن سأركز على بعض الشرائح التي قد تكون مهمة يعني في هذه الظاهرة. العلاقة بين الإعلام والإرهاب كما ذكر علاقة قديمة، وحتى قبل أن تبدأ موجة الاتصال الأولى مع اكتشاف المطبعة كان الناس يهتمون بأخبار المعارك والصراعات حتى في الدول الأوروبية قرون يعني إلى الوراء، وكان ينتظرون في لندن وفي باريس مركبات البريد التي تحمل المسافرين القادمين من مناطق النزاعات والحروب. فالنفس البشرية يعني دائما كانت شغوفة بمثل هذا النوع من الأخبار التي بها درجات متفاوتة من العنف والرعب والخوف، وهو ما يحدث الآن. وتتابع هذا الاهتمام والعلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام أيضا مع ظهور الإذاعة، بالرغم من مرور قرون يعني ما بين المطبعة والراديو في بداية 1920s، ولكن أيضا تزامن ظهور الراديو مع بعض الكثير من الاهتمام في الواقع بنقل أخبار الحروب والصراعات، ويمكن زاد ذلك من زخم الاهتمام بالراديو، واستمر أيضا وتواصل مع ظهور التلفزيون. التلفزيون ظهر في يعني بعد 1945، ولكنه لم يظهر في المنازل الأمريكية إلا في بداية الخمسينيات يعني أو بعد الخمسينيات بدأ أعداده تتكاثر. وبعض الدراسات تشير إلى أن اهتمام الناس بالتلفزيون تزايد مع بداية الحرب الكورية 1950، وزاد ذلك من الآن. طبعا كثير من الاتهامات التي توجه إلى الإعلام وتغطيات الإعلامية في مجال الإرهاب ربما يكون بدرجة كبيرة لها علاقة بالتلفزيون بدرجة كبيرة، يعني لأنه ينقل الأحداث حية بصورة كبيرة، وأيضا لأن التلفزيون يوصف من كثير من علماء الاتصال بأنه وسيلة باردة، بمعنى أن المتلقي يتلقى المعلومات وهو ساكن محاصر، حواسه متبلدة، ويمكن هذا أثار كثير من المخاوف فيما يتعلق بتأثير التلفزيون على الأطفال. في طبعا في عوامل كثيرة يعني كيفية بيتناول بها الإعلام، في عدد من المحاور تعرض لها برضو بعض الدراسات. هذه ما تشتغل، بس خليك جنب. طيب حقيقة في محاور كثيرة طبعا يعني أمر عليها برضو سريع، في اختلاف في التناول. يعني في محور بيتكلموا عن الجانب التناول الوطني، يعني في تناول بتخش فيه عوامل محلية جغرافية ولغوية الدولة أو المكان. يعني هناك تناول برضو بيعتمد على الإقليم من إقليم لآخر، وتدخل فيه عوامل عقائدية ثقافية، وأصحاب هذا الرأي بيرجعوا للأفكار بتاعت سامويل هانتينغتون المعروفة، كتابه Clash of Nations، واللي طبعا صور فيه يعني الصراع بين الحضارات المختلفة، وكان في نقد له كثير جدا خاصة فيما يتعلق بأفكاره عن الإسلام وكذا. أيضا في الفكرة بتاعت النمطية الموجودة اللي هي الآن يعني هناك يقال ما يشبه الترانس ناشونال نيوزروم، إنه الأخبار في الواقع بتعد في بعض الأروقة الإعلامية وتصدر لمعظم دول العالم، ودي طبعا بتحدث في المؤسسات الإعلامية الضخمة الكبيرة CNN BBC التي لها إمكانيات وانتشار وكمية هائلة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم لا تتوفر للآخرين. فهؤلاء يعدون الأخبار والآخرين مجرد ناقلين في كثير من الأحيان لهذه الأخبار. المبحث الثالث هو بيتكلم عن الضوابط القانونية الحقيقة، وهي هذه الضوابط تتفاوت
من الرقابة التي تفرضها كثير من الدول في أوقات وظروف مختلفة، وفي قيود دستورية موجودة حتى في أكثر الدول حرية وديمقراطية، وهناك أيضا القانون العام اللي هو القانون العادي، وخاصة فيما يتعلق بخصوصية الأفراد وخصوصية الضحايا نفسهم وخصوصية الأسر التي تتعرض لكثير من الانتهاك في عند تغطية الأحداث الإرهابية. وأنا أذكر أنه بعد أحداث الكنيستين في مصر مؤخرا، إسكندرية وفي طنطا، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعرض بالنقد لوسائل الإعلام لأنها تكرر مشاهد العنف بصورة غير صحيحة يعني، وأفتكر هي فعلا خطأ، لأنه التكرار لمثل هذه المشاهد طبعا فيه يعني جوانب إنسانية الحقيقة غير كريمة. في قوانين إدارية وفي قوانين أخرى كثيرة جدا يعني، قوانين الإرهاب وقوانين جرائم المعلومات وقوانين مكافحة الإرهاب، وكلها يعني هي قوانين ملزمة للإعلاميين ولا بد من احترامها، لأنه كما قلت الحقيقة الضوابط كثيرة جدا ومتوفرة ومتاحة، ولكن مشكلاتنا دائما هي كيف نطبق هذه الضوابط. في طبعا الضوابط المهنية دي هي الحقيقة كثيرة جدا يعني، هي بين مهنية وأخلاقية ومهنية. إحنا بنعرف يعني الإعلاميين لا يعدون الأخبار بطريقة أرجو الاختصار. نعم، آخر شريحة الحقيقة، فلأن هناك تضبطهم يعني قيم أخبارية معينة معروفة يعني الناس يتعاملون معها، وهي مهمة جدا أيضا للمتلقي، لأنه لو أنت أهملتها لن تجد هناك جمهور يستمع إليك، فهي في يعني بتنبه لعدم التوسع في النشر، عدم نشر صور العنف، لا يتم تقديم الإرهابيين باعتبارهم نجوم أو صناع قرار، وغير ذلك من الضوابط الحقيقة المتوفرة. وأكتفي بهذا وشكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور صلاح الدين. طبعا هذا الجانب جدا مهم، جانب القانوني والأخلاقي. احنا إذا مسكنا الجانب القانوني يعني تبلورت الأخلاقيات أمامنا، لكن مع الأسف أنه هذا الجانب يعني ما نبغى نقول وايد في الموضوع، لكن احنا أحوج ما نكون إلى أخلاقيات المهنة في هذا الوقت تحديدا في إعلامنا العربي، وبعيدا عن التطبيل لهذا أو ذاك. متحدثنا التالي دكتور عبد العزيز الجبوري في البحث المشترك مع دكتور بسام المكاوي، كلية الإعلام وعلوم الاتصال جامعة الجزيرة، والموضوع حقوق الطفل في الإعلام العربي ومسارات بنائه الثقافي والأخلاقي والمعرفي في مواجهة التطرف والإرهاب. وعندك ربع ساعة يا دكتور. إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والتقدير لجامعة الجزيرة بمنتسبيها كافة وإدارتها وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الكندري على عقد هذا المؤتمر الذي جاء في الوقت المناسب للتعبير عن رفضنا جميعاً للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، بدءاً من فراش الزوجية حتى العلاقات الدولية. بحثنا مفصل وجزء بسيط تحدث عنه الأساتذة الأجلاء قبلي منذ أمس، ولكن لم يدخلوا في تفاصيل هذا الحدث أو هذه الظاهرة كما يقولون أو عبروا عنها. الإرهاب، ولا نريد أن ندخل في تعريف الإرهاب، يرتكز إلى نقطتين بحسب حديث الأساتذة الذين أشرت لهم قبل قليل. لو سمحت، الجانب الأول هو الاستمرارية، أو قبل الاستمرارية، الجانب الأول من الإرهاب هو النبع، كيف ينبع ومن أين ينبع وكيف يستمر وأين يستمر. هذه التساؤلات الحقيقة توضع أمامنا كرجال إعلام، من الممكن إذا استطعنا أن نقول أننا نتحكم في النظريات الإعلامية التي كثير منها ما زال على ورق. قبل أن أبدأ
بقصة صغيرة. في عام 2014 في ورشة عمل في دولة البحرين أو في مملكة البحرين عفوا، جمعت الكثير من قادة الإعلام والقادة التربويين في هذا البلد لبحث موضوع العنف والإرهاب في المدارس. ونحن على مدى 3 أيام نناقش وتوضع أوراق العلمية على الطاولات، فقام أحد المشاركين وهو من قادة الإعلام العرب قال: كيف أستطيع أن أحمي ابني عندما أدرسه 5 أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ويجلس مع أبيه في أحد أيام أو في نهاية الأسبوع أمام شاشة التلفاز ليرى برنامج لمدة نصف ساعة أو ساعة، أو يذهب مع أبيه في اليوم في يوم الجمعة إلى أحد دور العبادة وينسف كل ما علمته له خلال 5 أيام؟ هذه الحقيقة واقعنا الذي نعيش فيه. لذلك اخترنا أن تكون ورقة الورقة العلمية التي نقدمها في هذا المحفل الكريم هو حقوق الطفل في الإعلام العربي. هل للطفل حقوق؟ ومن أين نشأت؟ ومن أين جاءت هذه الحقوق؟ كما نعلم أن الطفل كائن ضعيف، الكل يعلم هذا، وهناك ملايين البحوث التي تحدثت عن الطفل وتكوين الطفل وبناء الطفل وإلى آخره، ولكن نستطيع إجمالا لهذه الأفكار وهذه الآراء أن نضعها في مسارين أساسيين. المسار الأول أن الطفل بيحتاج أو يحتاج إلى جانبين لا ثالث لهما. الجانب الأول هو التكوين البدني أو البناء البدني الذي يتعلق بالصحة والملبس والغذاء وما شابه، ونستطيع أن نطلق عليه البناء المادي. الجانب الثاني وهو الأهم، وهو الجانب البناء الفكري والثقافي والسلوكي والأخلاقي والمعرفي. هناك أكثر من 19,200 جريدة إلكترونية ومكتوبة في العالم العربي، منها أكثر من 7,400 منها جريدة ورقية، و 11,800 وكم جريدة أو صحيح جريدة نعم إلكترونية. من الصحف الورقية الصادرة منها 4,000 وكم صحيفة غير معروفة المصادر، يعني وهذا هو الذي نقصد فيه منبع الإرهاب. ممكن أن تكون هذه الصحف أو الجرائد منبع للإرهاب، لأنه من هو المسؤول عنها؟ وتحدث أمس أحد زملائنا الأفاضل أنه لا ننظر إلى واقع الإرهاب بقدر ما ننظر من هو وراء هذا الإرهاب ومن الذي يغذيه، ولا أعني تغذيته المادية بل أعني تغذيته الفكرية، عندما يوصل هذا الطفل إلى مرحلة أن يفجر نفسه في مكان ما. وهناك أرجو الاختصار بس بجدول الآخر وقع عندي فضل. النسبة التقريبية للموضوعات الخاصة بالأطفال من هذه الصحف لا تتجاوز عن 2-3% كما قلت. أما المجلات فهناك أكثر من 4,000 تقريبا وكم من المجلات الصادرة في العالم العربي، منها 161 مجلة ورقية و300 وكم مجلة إلكترونية. مجلات الأطفال المتخصصة من هذا الكم الهائل لا تتجاوز عن 61 مجلة باللغة العربية التي تعادل نسبة 12.5%. أما التلفزيون هو الكارثة الكبرى بناء على الإحصائيات المعتمدة في التقارير الخمس، تقارير الأمم المتحدة اليونسكو وتقارير اليونسيف وتقارير اتحاد الإذاعات العربية والمنظمات الدولية الأخرى، تقول أن هناك 1,320 قناة تلفزيونية. عدد الهيئات المسيطرة الرسمية 819. عدد قنوات الأطفال 21 قناة من هذه من هذا الكم، منها 4 ثقافية و17 تعليمية، وأكثر من 500 قناة غير معروفة المصدر ولا يستطيع أحد أن يتصرف بها أو أن يتحكم بها. طيب لنتصور 500 قناة تلفزيونية تعمل على الساحة العربية
بدون التزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات التي أشار لها سعادة الدكتور صلاح. كيف يمكن أن يكون وضع هذا الطفل في ظل تعرض يتجاوز عن 82% لهذا الطفل في كافة وسائل الإعلام منها التقليدية والحديثة؟ هناك بس هذه هناك طبعا العمومية أي التابعة إلى هيئات الرسمية 223 قناة خاصة، القنوات الخاصة، وهذه الكارثة اللي تقع في أربع محاور. المحور الأول هو العنف والتطرف والأفكار الظلامية، واثنين الطائفية والمذهبية وإثارة الصراعات الدينية، وثلاثة قيادة الأفلام أو البرامج غير الأخلاقية وإلى آخره من هذه العناصر، وهي أربع عناصر رئيسية أكدتها تقارير الأمم المتحدة. نسبة البرامج من هذه البرامج هناك 82% منها منتجة خارج العالم العربي، وبالتالي يبقى 18% هي من إنتاج عربي، معنى ذلك أن الإنتاج العربي يعاني من ضعف. أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، أستطيع أو إذا يسمح لي سعادة الدكتور أن يعني راح أعبرها لأنه أريد أصل إلى التوصيات والمقترحات. الاهتمام بتفعيل التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة باهتمام بالطفل وتأدية حقوقه وفي مقدمتها حقوقه الثقافية والأخلاقية والمعرفية الصحيحة. وثانيا مطالبة وسائل الإعلام كافة بالاهتمام بمضامين البرامج المقدمة للطفل والتي من شأنها بنائه ثقافيا وأخلاقيا ومعرفيا متميزا لضمان مستقبل مجتمع وتقدمه وازدهاره، لأننا نؤمن بمقولة: قل لي كيف تربي هذا الطفل أقول لك ما هو مستقبل مجتمعك. وأخيرا حث الدول العربية على تفعيل دور المراقبة على وسائل الإعلام انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والدستورية لحماية المجتمع من الأفكار والتيارات المنحرفة والمتطرفة والإرهابية والسيطرة عليها. وشكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا. تسلم. شكرا دكتور عبد العزيز. يعني هي جت على الأطفال، احنا في هذا الزمن يعني أنا يتهيالي يعني نعد كلنا أطفال، لأنه مش فاهمين أصلا إيش قاعد يصير حولنا. كل واحد يسأل، ما تناقش هذا الموضوع مع أي إنسان أيا كانت منزلة هذا الإنسان، اللي يقولك والله أنا ما أدري إيش قاعد يصير حولنا. يعني اللي قاعد يصير أكبر من إدراكنا ومن إنسانيتنا. آخر المتحدثين الواصل توه متأخر، أرجو أن يكون العذر مقبول. أنا من ناحيتي مش مقبول العذر. الأخ زميل الدراسة دكتور فهد السليم، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، العميد السابق، ويتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخير وشيء جميعا. والحقيقة بداية أشكر الأستاذ دكتور عطاء على هذه الدعوة الكريمة وخلنا نلتقي بهالوجهة الطيبة. وأيضا يعني كثر ما أنا سعيد، ما بقول ضايق خلقي ان انا اشوف زميل الدراسه الدكتور حبيب، لكن وعلى فكره انا اعتذر عن التاخير لانه خارج عن الاراده. الحقيقه التاكسي اللي انا فيه اخترب بالطريق على حظي، شو نسوي. على العموم انا ما راح اطول عليكم، احنا معروفين اهل الفن يعني مختصرين، 50 صفحة بس بقولهم على عجاله ان شاء الله. تسمح لي مدير ندوه 50 صفحة دكتور؟ اوكي. 10 صفحات بس ولا 10 دقائق؟ هي كل صفحة بدقيقة. يلا بسم الله. بداية، لقد لعب المسرح على مر التاريخ دورا مهما كوسيلة اتصال وإعلام في مواجهة الإرهاب، ولذلك في البداية نرصد مفهومي الإعلام والإرهاب حتى يتسنى لنا تحديد الدور الذي يقوم به الإعلام ومن ثم الفن والمسرح في مواجهة الإرهاب. مفهوم الإعلام أن كلمة الإعلام حقيقة هي مجموعة من قنوات اتصال المستخدمة في نشر الأخبار والإعلانات الترويجية والبيانات. إذن فالإعلام هو قناة وسيطة بين الناس أي الجمهور المتلقي، ويقدم لهم رسالة. هذه الرسالة يجب أن تكون صادقة، خاصة عندما تنشر الأخبار أو البيانات، لكنها في جانب آخر تكون رسائل ترويجية، وهو ما يقوم به الإعلانات التي تهدف إلى جذب الجمهور. ولذلك نجد تعريف آخر للإعلام على أنه الوسيلة الاجتماعية الرئيسية للتواصل مع الجماهير. وهنا التعريف أكثر عمومية وتجريد، فهو يحدد دور الإعلام في التواصل
دون تحديد مدى التواصل ولا الطريقة. هذا المفهوم يحيلنا إلى أن الإعلام عناصر أساسية هي المرسل وعنصر المستقبل والرسالة. ولذلك يرى الإعلاميون أن الإعلام هو وسيلة اتصال تشتمل على مرسل ومستقبل ورسالة، أو بمعنى آخر من يقول ماذا ولمن. فالمرسل هو صاحب الرسالة الإعلامية أو تلك الجهة التي تصدر منها هذه الرسالة، أما المستقبل فهي الجهة التي توجه له الرسالة الإعلامية سواء كان فردا أو جماعة. أما الرسالة فهي المادة التي تقدم للمتلقي أو المستقبل، ومن هنا يصبح هناك وسيلة تقدم بهذه الرسالة. وقد أصبح الإعلام حاليا مفهوم واسع يشمل وسائل إعلامية مطبوعة، صحف وجرائد، ووسائل التواصل الاجتماعي، وسائل إعلامية مرئية ومسموعة. وهذه الوسائل تحيلنا أن وسائل الاتصال الحالية بما فيها الأدب والفن هي وسائل الإعلام تلعب دورا حقيقيا في بناء المجتمع والتأثير في المتلقي، مما يعني أن الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح هي وسائل إعلام وتواصل، ولعل المسرح أكثر الوسائل تأثيرا في المتلقي لخصوصيته في اللقاء المباشر الذي يجمع المرسل اللي هم الممثلون طبعا مع المتلقي الجمهور من خلال رسالة النص والعرض عن طريق سحر العرض المسرحي. وهنا نتوقف عند دور المسرح كوسيلة إعلامية في مواجهة الإرهاب، غير أنه من الواجب تحديد مفهوم الإرهاب. مفهوم الإرهاب هو أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف لا تجيزها القوانين المحلية أو الدولية. فمجرد بث الرعب والخوف في النفوس يعد إرهابا، حتى لو كان مجرد لفظ فهناك الإرهاب اللفظي، كما أن هناك إرهاب فكري وديني وعقائدي وجسدي إلى آخره. وقد يكون الإرهاب الفردي أو الجماعي أو حتى الدولي، وهو ما نراه الآن من بعض الدول التي تسعى لإرهاب دول صغيرة. وإذا ما نظرنا إلى الإرهاب كأحد صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ أمد بعيد وتطور مع تطور المجتمع ومع العلاقات الاجتماعية المختلفة، فإنه لم يكن للإرهاب نفس الخطورة التي نراها اليوم من حيث زيادة العمليات الإرهابية وعدد وأعداد الضحايا واتساع نطاق تلك العمليات وظهور أشكال جديدة مستخدمة من خلال التطور العلمي والتكنولوجي في وقت تطرح فيه العديد من الأمثلة حول انتهاك حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم. من هنا يأتي دور الإعلام، وهنا نركز على المسرح كوسيلة اتصال مع الجمهور، وهو ما نعتبره وسيلة إعلامية. المسرح والإرهاب، إن المسرح منذ القدم يعتبر هو الوسيلة الإعلامية الأساسية التي يلتقي فيها المرسل بالمستقبل حاملا رسالته. وكان للمسرح دور يتعدى وظيفته الجمالية والترويحية على وظيفة تعليمية منذ الإغريق طبعا، وما أكده في ذلك بعد ذلك الروماني هوراس بأن وظيفة المسرح هي التسلية والتعليم والإفادة. وقد يكون النص المسرحي والعرض بمثابة تحليل ظاهرة منها ظاهرة الإرهاب، وهذا التحليل يشبه مع الفارق الدور الذي تقوم به البرامج التحليلية للأخبار في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والتي تسعى لتحليل الأحداث ودراسة أسبابها ودوافعها، خاصة بما يتعلق بوقائع الإرهاب، وهي الوقائع التي انتشرت في العالم ولم يسلم منها حتى أمريكا وأوروبا، فشاهدت تفجيرات عديدة في فرنسا وأمريكا وكثير من الدول العربية. والمسرح يتميز عن تلك البرامج بتجاوز جفاف المادة الإخبارية والتحليلية، حيث يتسم المسرح بميزة عناصر المتعة والإبهار التي تغلف الفكر. ومنذ بدأ المسرح وهناك كثير من القضايا التي تناولها تخص الإرهاب، فعند الفراعنة نجد أسطورة إيزيس وأوزوريس التي كانت تمثل في ذلك الوقت هي صورة للإرهاب الجسدي الذي يقوم به ستر أخيه أوزوريس، فيقطعه إلى أن إيزيس زوجة أوزوريس تستطيع تجميع الجسد وتعيده للحياة، مما يشير إلى أن المسرح يبث الأمل في المتلقي عن طريق إصرار أوزوريس في المقاومة وإعادة زوجها للحياة. وفي المسرح الإغريقي قدم سوفوكليس مسرحيته الشهيرة أنتيغون، والتي تتعرض أيضا لإرهاب ومقاومة الإرهاب، ولذلك عليه أن يحذر شأنه وشأن وسائل الإعلام من تبني آراء خارجية خارج مجتمعه، فالمسرح مرآة للحياة التي يعكسها ويحللها. ولذلك يقول الناقد الأمريكي مايكل فريانتي في كتاب اختراع أو فبركة الحقيقة أن تحديد من هو إرهابي ومن ليس إرهابيا أمر تقرره سياسة وسيلة الإعلام التي تصفه، فحرب العصابات الشعبية تصفها وسائل الإعلام الغربية عادة بالإرهابية،
بينما يوصف المرتزقة في أنغولا ونيكاراغوا وموزمبيق ممن توظفهم وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بالثوار. وهذه الوسائل تنعت عمل الدول اليسارية التي تدافع عن نفسها في وجه هؤلاء الثوار بإرهاب الدولة، ولا تستعمل هذا النعت لما تقوم به الولايات المتحدة من كبت الحركات التحررية الشعبية في العديد من الدول. قبل أن يكون هناك إرهاب كان هناك فقدان للعدالة واحتلال ومصادرة حقوق الأبرياء، وعلى وسائل الإعلام لا تتبنى وجهة نظر دولة بعينها لمعنى الإرهاب وتوصيفها له على حسب نظرتها هي دون تقييم صحيح للواقع وتوصيف دقيق للمصطلح. إن هذا القبول يستحث كما يقيد ويجبر هذه الوسيلة على تبني تقييم جماعة أو دولة لأفعال عنف على أنها أعمال إرهاب، بينما قد تقيمها جماعة أو دولة أخرى على أنها أعمال تحرير أو مقاومة للاحتلال. فهناك أفعال ومواقف ومصالح وسياسات قد تجعل ما هو عمل من أعمال المقاومة على أنه عمل إرهابي لمصلحة كيانات بعينها، غير أنه أيضا يجب الوقوف على مفاهيم البعض من المتطرفين الذين من خلال أعمالهم الإرهابية يدعون إلى الجهاد. كما يجب الفصل ما بين ما يدعيه الغرب من أن كل ما هو مسلم هو إرهابي حتى أصبحت كلمة إرهاب ترادف المسلم، هذا ما يجب على الفن أن يوضحه. ومن المسرح تحديد اللعب دور إعلامي مهم لتوضيح صورة المسلم والإسلام ليس بشكل مباشر ولكن بشكل فني يوضح بأن الإسلام دين سماحة ودين تسامح. الله وشكرا. شكرا شكرا. الحقيقة يعني أشكر في النهاية مرة ثانية القائمين على هذا الملتقى الطيب، وأشكر أيضا زميلي مدير الندوة الدكتور حبيب غلوم، بس ما أدري ليش يضحك وايد مستانس. يلا تعال. الله يعطيكم العافية. شكرا مرة ثانية. شكرا دكتور فهد، بارك الله بك. يعني حسستني، شكرا على هذه التلاوة العطيرة، حسسني مقرأ يا ريت. العموم تكلم الدكتور فهد عن دور الفن وتأثيره طبعا وارتباطه ب يعني مفهوم الإرهاب بشكل عام ومحاولة محاربة الإرهاب من خلال الفن. راح نفتح لكم مجال السؤال سؤالين، لأن يعني بصراحة نبغى نصير نتغدى. فدكتورة نادية أبو هنات تفضلي، أعطوها مايك. كان في مايك، مايك هير فيرست. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير ومشكورين جميعا على الأوراق العلمية والكلمات الطيبة اللي سمعناها اليوم. شوي أنا مضايقة يعني بشكل عام، لأن البارحة حسيت إني ما أخذت هالوقت اللي كل حد ما شاء الله اليوم خذ وايد يعني. هو يعتمد على مدير الندوة. لا ما قصرت الدكتورة هبة بعد، بس أنا عندي تعليق أو مداخلة للدكتور زميلنا أو كنا زملاء سابقا جامعة الإمارات أكيد خالد الخاجة. لما ذكرت أنت الإرهابيين لما يبحثون عن الأسباب النفسية، وهذا السبب ترى جدا قوي، النفسي أولا ثم الاقتصادي. وأنا البارحة تكلمت عن هالجانب، بس يمكن ما ذكرت هاي النقطة، أنهم يركزون على الشباب اللي يعانون من الاكتئاب، الاكتئاب المزمن الشديد، لأن الشخص اللي عنده اكتئاب يعني من اكتئاب مزمن عادة تكون عنده نزعة اللي هو يبغي يموت، يبغي ينهي حياته، ما حب الحياة، ما حب الدنيا. فمن ضمن الأشياء اللي ذكرتها أمس بعد غسل الدماغ والبرمجة العقلية اللي يسوونها يلعبونها على هذا الوتر كمان، أن يحببونه، يحبك في الله، يحببونه في المجموعة لأنه ما عنده حد يقول كلام جميل، وبعدين يقعمون أفكاره بأن إذا قام بأي عمل عنيف أو إرهابي أو قتل فهو بيروح الجنة، يعني هدفه اللي هو رغبته في الموت بتتحقق بس بشكل حلو من وجهة نظره المريض المكتئب يعني. فلذلك حتى هاي كلمة للأهالي، إن لما تشوفون ابنكم مكتئب أو عنده مشاكل أو أعراض اكتئاب خذوه عالجوه قبل ما يأخذون الإرهابيين. وبس شكرا. شكرا دكتور خالد. ما عندي تعليق طبعا. لا احنا نبغي تعليق. شكرا. تعليق. فأنا طبعا تقدمت بشيء مختصر، وهذا شيء دكتورة نادية من اختصاصها وهي تقوم بدراسة الحالات هذه بشكل عميق، وكلام صحيح يعني هو الاكتئاب الآثار النفسية. أنا تكلمت على الآثار النفسية للعمليات الإرهابية على الأفراد وسبب الاكتئاب.
بعد هذا طبعا يستغل هذا الإنسان بعد ما يصاب بالاكتئاب يستغل للقيام بهذه العمليات الإرهابية. شكرا يا دكتور. شكرا سعادة المستشار هنا. Could you bring a mic here? بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الحضور جميعا. هو انا ليا 4 أسئلة الله ورا بعض كده. لا عايزين واحد، عايزين سؤال بس. لا اصل الاربعه مهمين في نظري انا الشخصي الا اذا كان نظرتي مختلفه. طب انا معلش استاذن حضرتك تقول السؤال سؤال واحد من ال طيب ماشي ماشي الاربعه اسئله. انا هسال دكتور اسامه، هو في اراده للارهاب؟ في اراده للارهابي؟ هل هو مسلوب الاراده ولا يعني انا لو خدت كلام الدكتوره يبقى اذا انا اللي بيتجه لهذا الاتجاه مسلوب الاراده بنسبه مش 100% ولكن غير ارادته مش موجوده، بدليل ان حضرتها بتقول ان راعوا اولادكم في حاله النفسيه والاكتئاب لا يخشوا في هذا المجال بقصد انتحاري بقصد اي شيء عدواني او 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 خلافه. اذا الإرهابي ليس له شأن بالإرادة. وعن تجارب يا دكتور أسامة وسيادتك أستاذنا وعارف أن اللي بيحط حزام ده هل هو داخل عن إرادة ولا قناعة؟ هناك فرق بين الإرادة وهناك فرق بين القناعة في توصيف الإرهابي. فضل. شكرا شكرا تفضل. لا بس لا بس العفو العفو بس 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 يرد لو سمح. أنا أستسمحك لأن الرد هيخش مع الدكتور أسامة. هي الجزئية الحتة اللي دخل فيها سعادة اللواء مجدي بخصوص إرادة التعليق على هل المتهم أو الإرهابي إرادة؟ نعم، لأن القانون حضرتك بتجاوب الحين؟ لا مش أنا بدعمل مداخلة مع دكتور أسامة. هو توضيحها معلش عفوا يعني هو بيقدر يجاوب. حاضر يا دكتور حبيب ثواني حاضر مش هاخد وقت كثير. هو القانون نفسه جسدها، يعني القانون اشترط ركن وأساتذة القانون إخواني الكبار قاعدين اشترط في الفعل الإجرامي أن يكون هذا العمل له إرادة كركن معنوي من جزء الجريمة. لكن لو جمعت كلام سعادة اللواء مع كلام معالي الدكتور أسامة مع الدكتورة نادية أن الإرادة تم تسخيرها، أنا رأيي الشخصي من تجربة برضو أمنية إن شاء الله نتكلم فيها إن شاء الله في الجلسة الثانية، أن الإرادة تم تسخيرها. بمعنى إيه تم تسخيرها؟ سلب هذه الإرادة حولها إلى قناعة علشان تاخد الشكل القانوني إن هي يجرم على أساسها وياخد الشكل الفعل الإجرامي الذي يجرمه القانون في تفجير نفسه أو إحداث الحدث المخالف ويقسم القانون. ده وجهة نظري. طيب أشكرك على إنك سمحت لي إن أقول هذا الأمر. تفضل. شكرا. بالنسبة لمفهوم الإرادة والفعل أنا أشرت في الورقة إلى أنه العلاقة جدلية. أي إنسان لديه إرادة، لكن هذه الإرادة قد تصادف بكثير من المشكلات، سواء كانت مشكلات اجتماعية سواء كانت مشكلات نفسية إلى آخره. إذن بيكون عندي تنظيم، وهذا التنظيم يحمل نوايا إرهابية، بيبتدي يتصيد مثل هذه النوعية من الإنسان ويعيد تشكيل إرادتها لكي تظهر إرادة سلبية. إرادة سلبية هنا قادرة على الإيذاء، وبالتالي بنجد أنه الثالوث هنا لازم يتكيف مع بعضه أو يتكامل، لازم يكون في إرادة وفي نفس الوقت ممكن يكون الإرادة موجودة لكن القدرة على الإقدام غير موجودة. ممكن الإرهابي يلبس حزام ناسف ويوصل للمكان، دي عنده الإرادة لكن لسه ما ظهرش الفعل الإرهابي. إمتى يظهر الفعل الإرهابي؟ حينما يمتلك القدرة على ضغط الزر زي ما بيقولوا. شكرا شكرا. أنا صحيح رجع إذن هذه قمة الإرادة إنه هو قرر دخل في الباب. إحنا نروح وصوت الباب الإلكتروني إدى صفارة الإنذار، لا مجال له ولا يوجد له إرادة في هذا الوقت غير أنه تم اكتشافه تم كشفه. الحل الوحيد هو الانتحار وتدمير اللي حواليه بأنه داس على الزرار ببساطة جدا لأنه خلاص اكتشف. يبقى إذن هنا الإرادة منعدمة. شكراً. أنا لو سمحتوا لي بس علشان المداخلات أنا حتى في الغضب لي رأي في هذا الموضوع. سعادة اللواء، كل من يقدم على الانتحار في عمليات إرهابية إدراكه بوعي تام جدا، ومن لا احنا اللي ما نشوفه امام كاميرات التلفزيون
هو الديل اللي يحصل بين هذا اللي بيفجر نفسه وبين الجماعات بتحصينه ماديا وأهله وأهل بيته وأسلاف أسلافه إلى يوم الدين ماديا. فهو بيطمن ماديا على أهل بيته ويروح بكامل إرادته بوعي تام لتفجير نفسه. هذا اللي أنا أفهمه. يعني لا يمكن هذا اللي احنا نسمعه عن غسيل المخ وغسيل هذا الكلام الفاضي، هذا كلام فاضي. ما حد يروح يفجر نفسه لأنه مغسول مخه مش عارف إلا يمكن فيما ندر. الواقع ما أعتقد أنه الإعلام هو متهم رئيسي يعني في نقل أحداث الإرهاب، لأنه هو مرآة طبعا كما هو معروف لما يدور في المجتمع. ولكن زي ما ذكرت نحن لا نحتاج لمزيد من الضوابط يمكن أو حتى التوصيات، ربما نكرر كل ما كتب وما قيل من قبل، ولكن يمكن فقط التأكيد على بعض الجوانب التي وردت في الضوابط المهنية والأخلاقية، يتم التأكيد عليها لتنبيه الإعلاميين ووسائل الإعلام بضرورة الالتزام بهذه الضوابط. شكرا. تسلم. هي الإيجابية حلوة، لكن في هذا الجانب ما أتصور أن هناك أي إيجابية. الإرهاب يعني أنا بقول لكم على قضية أرجو أن يعني تستوعبونها بمفهومها العميق. أنا قدمت العام الماضي مسلسل بعنوان خيانة وطن. أنا كنت لي الشرف أني أكون منتج هذا المسلسل، والمسلسل ذاع صيته في الإمارات. هناك صديق طفولة كان من ضمن هالجماعة اللي هي مارسوا الإرهاب الفكري في دولة الإمارات، وهو إلى الآن غير موجود على أرض الدولة، خارج الدولة موجود. في اللحظة اللي حس أنه في توجه حكومي لي يعني القبض عليهم هو هرب. وأنا لا أخجل أن أقول هذا الكلام، لكن مش هذه القضية. القضية أنه لما هرب راح لدولة أوروبية، وصل إلى هذه الدولة بجواز سفر لهذه الدولة ووجود بيت جاهز من مجاميع مثل ما نقول في هذه الدولة، والشركة خاصة باسمه في هذه الدولة. يعني هذول الناس اللي يمارسون الإرهاب هذول محصنين، وأرجع أقول أنه محصنين ماديا قبل أن يكونون فكريا، وأرجع البيئة صالحة لهم. هذه أنا أقول لك، فيعني من يدخل هذا يعني احنا شايفين في بعض الدول العربية نجد بعض الأوروبيين اللي هم لا مسلمين ولا هم عرب ويحاربون من ضمن هالفئة الإرهابية، لأنه يأخذون مبالغ غير معلومة، يعني محصنين من هذا الجانب. لذلك هي تجارة أكثر منها يعني سوري فكر أو توجه. على العموم احنا يعني نشكر. في أحد يبغي يقول شيء قبل لا نختم؟ شكرا. احنا معلش منى، احنا طبعا نشكركم على الحضور، نشكر الحضور بشكل حقيقي يعني لتواجدكم والاستماع، ونشكر الأساتذة المتحدثين، والشكر موصول لجامعة الجزيرة على رأس الدكتور أحمد الكندري على هذه الدعوة وعلى هذا التوجه في طرح مثل هذه الملتقيات والندوات، ومشكورين. وتصور ان هناك في تكريم يعني كما سمعت. يتفضل الدكتور أحمد الكندري رئيس الجامعة، تفضلوا. تفضل الأستاذ الدكتور أحمد الكندري بتكريم أعضاء الجلسة الأولى اليوم. ونبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور حبيب غلوم المستشار الثقافي لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع. درع محمد أعطونا أنت بتحكي، خليك معايا. الدكتور أحمد سعادة الأستاذ الدكتور خالد الخاجة مدير جامعة عجمان السابق. قرب علي.
استاذ الدكتور اسامه عبد الباري، استاذ المشارك بكليه الاداب والعلوم الانسانيه والاجتماعيه جامعه الشارقه. سعاده الاستاذ الدكتور فهد السليم، عميد المعهد العالي للفنون المسرحيه بالكويت، والمرشح لرئاسه معهد الفنون المسرحيه والمرشح لرئاسه اكاديميه الفنون بالكويت ان شاء الله. نبارك له قريبا. هكون فال حسن عليك دكتور فال. الاستاذ الدكتور صلاح الدين محمد، استاذ كليه الاعلام جامعه الجزيره. الاستاذ الدكتور عبد العزيز حميد، خبير المكتب الاقليمي للسيسكو بالشارقه، والاستاذ المعار بجامعه الجزيره. الدكتور بسام مكاوي، الاستاذ بكليه الاعلام ورئيس قسم الصحافه بالكليه. ونشكر صوره تذكاريه من الاول كل الحضور. تسمحوا لي اصور معكم؟ طبعا. Yeah.